خصوص دابا هادشي اللي كاين هاد الايامات، يعني اللحوم الحمراء والخضر. وانا كنشوف رشيد في اخر القاعه، فين هو رشيد؟ شحال دايره مطيشه اليوم رشيد في الزقر؟ 150 درهم. شحال؟ 150 درهم السنه. يوميا رشيد كيصلي الفجر كيصيفط لي السعر ديال المطيشه بهذا المناسبه. شكرا السي رشيد. هذه القضيه ديال المطيشه هي مرتبطه بظروف مناخيه، ولكن الحكومه قامت بمجموعه ديال الاجراءات، الحمد لله بدينا كنشوفوا بانه السعر غادي وكينزل، لان الحكومه حاسه بالمواطنين والله يحسن العوام، وهذا الشيء كله تنحسوا به وتنعرفوه. لكن لابد ان نعترفوا بانه اليوم هناك مشكلات كثيره. اولا السلاسل ديال التسويق اللي فيها صعوبات، ثانيا اللحوم الحمراء اللي عوامل متعدده تجمعات، كانت كورونا، خرجنا من الجفاف، كان الارتفاع ديال الاستهلاك، القطاع ما كانش في وضعيه مزيانه. فالحكومه خدات جوج الاجراءات باش تعالج هذه المعضله. اولا زولنا الرسوم الجمركيه اللي كانت على الاستيراد ديال العجول باش نحميو القطاع الوطني، والحاجه الثانيه هي زولنا التي في، يعني ذاك الضريبه على القيمه المضافه ملي كيدخل العجل من الخارج كانت كتخلص واحد 20% حتى هي زادت. هذه الاجراءات بدات اليوم تعطي الاكل ديالها، وان شاء الله في رمضان وقبل من رمضان ان شاء الله غادي نكونوا في وضعيات ان شاء الله معقوله. اللي بغيت ناكد هذا الشيء تعمل، ولكن في نفس الوقت مشينا اشتغلنا على ملفات كبيره اللي المغاربه طالبوا بها هذه سنوات، جلات سنوات الصحه والتعليم، الرماد، الناس اللي كانوا في الرماد وكانوا كيتشكاو انه كيمشيو للسبيطار وما تيلقاوش واحد الامكانيات، خاصه النساء. اليوم هاد الناس بالرميد كتأدي عليهم الدولة والحكومة المساهمات ديالهم، عندهم الحق يمشيو للقطاع الخاص كيف ما عندهم المجانية في القطاع العمومي. التعليم والصحة بجوج الميزانيات ديالهم هاد السنة راه غتكون 100 مليار درهم، اللي هي تقريبا واحد 10,000 مليار ديال السنتين. هذه إمكانيات كبيرة، زيد عليها الحوار الاجتماعي اللي كان مع مختلف الهيئات، سواء كان رجال التعليم ولا الأطباء ولا مختلف الفئات. الحكومة ملي كتشتغل بهذا النفس الإصلاحي، لانه راه سهل جدا اليوم في ما تزاد شي ماده تدخل، ولكن صدقوني راه ما غادي يكون لا امن ولا صحه ولا تعليم ولا عمل اجتماعي ولا حتى حاجه. دوك الامكانيات اللي كاينه عند الحكومه غتولي كل ماده تطفيها بها. فهذا ما كيعنيش بانه خصنا نوصلوا لواحد المستوى اللي هو المستوى ديال الاستهداف، لانه كاينين الناس محتاجين بزاف، كاينين الناس محتاجين شويه، وكاينين الناس ما محتاجينش. هذوك اللي ما محتاجينش راه عندهم الامكانيات، ولكن هذوك اللي محتاجين شويه خصنا ندعموهم شويه، وهذوك اللي محتاجين بزاف خصنا ندعموهم بزاف. هذا هو علاش الحكومه كتشتغل اليوم على السجل الاجتماعي، وراكم عالمين به وراكم عارفين بان الناس كيمشيو يتسجلوا. لذلك خص تكون عندنا واحد المنظومه ديال الحمايه الاجتماعيه اللي تكون متماسكه قويه، الامكانيات الان كلها توضع. صحيح بانه العائد ديال هذه البرامج التنمويه الكبرى كيتطلب واحد شويه ديال الوقت، لكن انا متاكد بان هذه الحكومه هذه سوف ينصفها التاريخ. مرة أخرى شكرا لكم. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.